لو عاوز يعني تنظف قلبك زي ما بيقولوا، لو عاوز تحس بانتماء اكتر لبلدي، لو عاوز تحس بامل في المستقبل، لو عاوز تحس برضا، لو عاوز تاخد دفعه معنويه في يعني احوج واحلج لحظات الاحباط بتاعتك، ما اعتقدش ان في قبله ممكن تروح لها افضل من قبله الجيش المصري بكل وحداته وكل تشكيلاته. دخولك في مكان في منتهى الانضباط، في منتهى الامل، في منتهى الرضا، في منتهى التطور، اعتقد ممكن يخليك مبسوط زي ما احنا النهارده. يعني احنا في اول الزياره واحنا حاسين ان احنا مبسوطين وفرحانين وفخورين ان احنا في بلدنا كل هذا التطور وكل هذا الفخر وكل هذا التاريخ. فما بالكوا بقى لما الكلام ده يجي من عند اطفال صغيرين. احنا عارفين كويس جدا انه الاطفال مرضى السرطان تحديدا العامل المعنوي والنفسي بيفرق في علاجهم اكتر من اي حاجة في الدنيا. ويا ما سمعنا قصص عن اطفال موجودين برا في دول تانية لمجرد بس ان امنيتهم انهم يقابلوا فلان او يشوفوا فلان او يسمعوا كذا بتتحسن حالتهم الصحية. احنا سمعنا انه مجموعة من الاطفال المرضى اللي في مستشفى 57 زاروا قوات المظلات او قوات وحدات المظلات المصرية ورجعوا بحال غير اللي كانوا جايين بيه. ما بالكوا ان دول اطفال صغيرين. انا عاوز حضرتك تشرح لنا دي بالتفصيل شويه عشان الهديه اللي هم كتبوها. يعني هم حتى كاتبين في زي ما حضراتكم شايفين كده تحيا مصر، ان انا اخلي طفل صغير يجي المكان ده ويخرج منه قادر ان هو يكتب يقول تحيا مصر وحوش مصر ربنا يحميكوا لينا. مايكل بيقول ربنا يحميكوا لينا. محمود مرسي بيقول تحيا مصر. المظلات عاش وحوش الجو احنا بنحبكم قوي يا عبد الله، زياراتكم بتفرحنا جدا، ما تنسوناش. يعني هي حتى كمان ماريا بتقول لهم تعالوا زورونا احنا ناخد الامل. انا فخور انكم بتحمونا. 7 سنين اسمها خلود وعندها كل هذا الوعي اللي للاسف مش موجود عند ناس كبار واخدين صيغ سياسيين واخدين صيغ نشطاء ومفكرين ومثقفين، لكن خلود اللي عندها 7 سنين قادره ان هي تاخد الوعي ده وفاهمه. احمد 10 سنين بيقول لهم شكرا على زيارتكم، ربنا معاكم يا ابطال. الكلام ده كله لما يتكتب معناه بالنسبه لكم هنا ايه؟ طبعا يعني ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. احنا لما عرفنا ان في مستشفى 57 كانت جايه عشان تعمل زياره عندنا، احنا بقينا يعني مش عارفين نعمل معاهم ايه. احنا الناس دي بتاكل ايه الاول؟ الناس دي هتاخد مشوار كبير جدا لغايه ما توصل عندنا، فمحتاجين رعايه مخصوصه. ابتدينا نتصل بالمستشفى نحقق بيها اتصال، طب هم هيجوا وسيله الانتقال بتاعتهم هتبقى ازاي؟ هل هم هيبقوا مستريحين اثناء الانتقال دوت؟ لان طبعا حالتهم بتبقى حرجه جدا. الاكل، طبيعه الاكل اللي احنا ممكن نوفره لهم لو احنا عايزين نعمل لهم زي وجبات خفيفه بالنسبه لهم عشان لما يجوا عندنا هيقضوا يوم كامل، فهياكلوا ايه؟ فابتدينا ان احنا نجهز او نعد لهؤلاء الاطفال. لما جم عندنا زورونا طبعا ابتدينا ان احنا نحاول ان احنا نخفف عنهم ونشرح لهم تاريخ المظلات، تاريخ المظلات والتدريبات بالظبط. وريناهم فرجعوا كده في يوم واحد. بالظبط. لما رجعوا الدكاتره قالوا لنا ان نسبه الشفاء بتاعتهم عليت جدا، نسبه استجابتهم وتعاملهم مع العلاج، الروح المعنويه عندهم عليت او بقت مرتفعه بطريقه غير طبيعيه، في نسبه شفاء عليت. الدكاتره قالوا لنا الكلام دوت. لما رحنا ردينا الزياره ليهم لقيناهم فجاه ان هم عاملين لنا صوره زي ما حضرتك شايف كده وكاتبين عليها كل واحد فيهم كتب شعوره الداخلي لما دخل وحدات المظلات وشاف ايه التدريبات اللي او وحوش اللي عندنا اللي بيتدربوا ازاي وعايشين ازاي وازاي بيحموا مصر. طيب اولا تعالوا هنا، يعني اللي عاوز دعم معنوي يجي هنا، اللي عاوز يحس بامل، اللي عاوز يحس باطمئنان، اللي عاوز يحس انه موجود في بلد قويه يتفضل يخبط على اقرب باب وحده عسكريه ويخش يتفرج على الابطال اللي موجودين ويخش على يشوف الامل اللي موجود زي اطفال 57 357.